تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب فيكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل عندنا في الإعداد، فريق هيئة الصحة في دبي، ومعانا اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذ أميرة الخفلي، ومخرجنا المبدع دائما الأستاذ نمر محمد. وفي التقديم معاكم محدثتكم دكتورة هند العوضي. دكتورون مستمعين الأعزاء، تتواصلون معنا خلال الأرقام الآتية 6005514114 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. حلقتنا اليوم متنوعة ومليئة بالمواضيع الشيقة. رح نتحدث اليوم عن اليوم العالمي لفقر الدم المنجلي، وأيضا بنتحدث عن دور الصحة النفسية في علاج مشكلة التنمر الإلكتروني العالمي. لكن قبل كل هذا نتحدث عن خبرنا لليوم، هو علاج واعد للزهايمر. أفاد علماء أن علاج دوائي جديد يوقف تطور مرض الزهايمر في أدمغة القرود، حيث يحفز خلايا الدفاع المناعي على ابتلاع البروتينات المشوهة لويحات بيتا أمايلود وتشابكات تاو، ويعرف أن تراكم هذه البروتينات المشوهة يقتل خلايا الدماغ القريبة، مما يتسبب في هذا المرض. وفي التجارب المعملية كان لدى القرود المسنة ما يصل إلى 59% أقل من رواسب لوحة الأمايلود بيتا في أدمغتها مقارنة بالحيوانات الغير معالجة، كما شهدت أدمغة الحيوانات المعالجة انخفاض في مستويات تاو، والتي يمكن أن تدمر الأنسجة المجاورة عندما تتسبب التغيرات المرتبطة بالمرض في تركيبها الكيميائي في اصطياد الخلايا الأخرى. وقال معد الدراسة أكاش باتيل، عالم أبحاث مساعد في مركز علم الأعصاب الإدراكي في جامعة نيويورك لانغون هيلث، توضح النتائج أن هذا العلاج هو وسيلة فعالة للتلاعب بجهاز المناعة لإبطاء التنكس العصبي. طبعا ما زال هذا العلاج الدوائي في التطور وطور الدراسة والأبحاث، لكن هذا الشيء يعتبر علاج جدا واعد إذا أثبت فعاليته. ومن خبرنا لليوم ننتقل إلى فقرة السوشيال ميديا مع الأستاذة أسم الجناحي، اللي صرنا متعودين على آخر ما تم تداوله من مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا يعني مستمعين الأعزاء، أكيد كلكم شفتوا الحملة التي أطلقتها هيئة الصحة في دبي بخصوص حملة التطعيم. أكيد شفتوا إحنا كثفنا من الحملات التوعوية الخاصة باللقاحات عشان نكمل النسبة المئوية اللي إحنا مستهدفينها، وبخصوصا الفئات الأكثر عرضة للإصابة مضاعفات هذا المرض. قمنا بتكثيف حملات التطعيم هذه عشان نوصل لنسبة جدا كبيرة بشكل عام لجميع المتواجدين في الإمارة، وبشكل خاص للفئات الأكثر عرضة. إن
مستمعين الأعزاء، أذكركم بآلية أخذ المواعيد للقاحات. بس قبل كل شيء أذكركم أن جميع المواعيد تأخذ عن طريق مواعيد مسبقة. تقدرون يا أما أنتم تتصلون في رقم اتصالنا الموحد وتحصلون على هذا الموعد، أو تدخلون DHA Application تطبيق هيئة الصحة وتحصلون على الموعد اللي يناسبكم في المكان اللي يناسبكم. أيضا أطلقنا خدمة جديدة اللي هي خدمة الواتساب، اللي تقدرون أيضا تستعملونها. كل اللي تسوونه أنكم أنتم تحتفظون برقم الهيئة في قائمة الاتصال عندكم، وتبعثون مسج من خلال تطبيق الواتساب لهذا الرقم، ومن ثم تتبعون كل الإرشادات اللي يطلبها منكم جهاز الرد الآلي، ومن ثم تحصلون على موعد لهذه اللقاحات. وأكيد اسم الجناحي بتعطينا بعد آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير اسمه. صبحكم الله بالنور سود، وبسهر عليكم على كل المستمعين إذاعة مرضي. شو عندك اليوم من أخبار حقنا؟ بما أن اليوم خميس، نتمنى من الجميع أنهم صح يستانسون ويستمتعون، لكن ما ينسون الإجراءات الوقائية حتى في حال أنهم خذوا التطعيم. هذا لا يعني عدم الالتزام والمخالطة والأحضان، لكن دائما 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 ننصح بالتباعد الجسدي وليس الاجتماعي، وغسل اليدين، ومحافظة على الكمامة. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها بقنوات التواصل الاجتماعي، بعض الأشخاص لاحظنا، بعض الأشخاص يقولون كيف يمكن التصرف خلال الإصابة بكوفيد. تم وضع خطوات في كيفية التعامل أو ماذا على الشخص العمل عند الإصابة. دائما احنا ننصح الأشخاص المصابين في تصرف مثلا نصية، مثل تقييم الحالة، هل هو مثلا عنده أعراض ما عنده أعراض، وهي كلها انهم يضغطون على الرابط ويجاوبون على الأسئلة الموجودة. أيضا بالنسبة لي التطعيمات، فنحن أيضا نحب نذكر ان في خدمات منزلية ممكن كبار المواطنين يطلبونها، وهي نحن نسويها من خلال العيادات المنزلية التابعة للهيئة، وأيضا بالتعاون مع إسعاف دبي. فكل اللي عليهم أنهم يتصلون على 800-342 ويطلبون خدمة التطعيم المنزلي. أيضا من ضمن الأشياء أن مراكزنا موجودة وتداوم على مدار الأسبوع لتقديم خدمة التطعيم. وأيضا هناك خدمات مراكز كبيرة جدا، اللي هي قاعة البرشة، وان سنترال، و مركز غسيل الكلى في الطوار، حاليا هو يتم تقديم فيه لقاح كوفيد 19. تقريبا هالأشياء اللي حابين أكد عليها، نتمنى لها بالصحة والسعادة. ودمتي بصحة وسعادة. كانت معانا اسم الجناحي وعطتنا آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. تحدثت عن نقطة جدا مهمة، هي كيف تتصرف إذا عرفت أنك أنت مصاب بكوفيد 19. أول شيء لازم أنت تسوي أنك أنت تعزل نفسك في غرفة منفصلة عن الآخرين. بتوصلك رسالة نصية، احرص أنك أنت تقوم بتعبئة هذه البيانات وتحمل تطبيق كوفيد 19 DXB. وبعد إذا أعراضك شوي زادت وكنت تحتاج لمساعدة، فأكيد تقدر أنت تتواصل معاهم، أو تذهب أيضا للحصول على هذه المساعدة تتصل في رقم الاتصال الموحد 800-342. لكن جدا مهم أنك أنت تعزل نفسك في غرفة منفصلة بعيدا عن الآخرين. وأيضا مهم أنك أنت تتابع الأعراض اللي تظهر عليك. إذا شوي زادت وحسيت نفسك تعبت زيادة عن المعتاد، فهذا هني تقدر تطلب المساعدة. وبعد وايد مهم انك انت تكمل مدة عزلك الصحي اللي هي 10 أيام، سواء كانت عندك أعراض ما كانت عندك أعراض، سواء كانت أعراضك خفيفة تحس نفسك بخير، هاي 10 أيام أنت لازم تكملها حفاظا منك على الآخرين. لأن خلال هاي 10 أيام أنت تكون معدي جدا، وفي احتمالية كبيرة أنك أنت تنقل المرض للأشخاص الآخرين. حتى لو أنت ما عندك أعراض، في احتمالية كبيرة أنك أنت تنقل المرض. فإحنا نبي نكسر سلسلة انتقال المرض من شخص إلى آخر، وهذا الشيء ما يصير إلا إذا أنت قدرت تعزل نفسك في مكان منعزل في غرفة منفصلة مدة 10 أيام. ومن عقب 10 أيام
تقدر أنت تقوم باستشارة الفريق الطبي اللي يشرف كان على علاجك وتنهي عزلك الصحي وترجع للحياة الطبيعية. طبعا الحياة الطبيعية حين هي حياة طبيعية مع إجراءاتنا الاحترازية اللي الكل يجب أن يكون حين حافظها ولازم يتبعها، من لبسه للكمام بطريقة صحيحة، حفاظه على تباعد جسدي بينه وبين الآخرين، وأيضا حرصه على نظافة وغسل يديه وتعقيمها طوال الوقت سواء كان بالماء والصابون أو بالجل المعقم. طبعا مستمعينا الاعزاء، احنا نعرف ان احنا حين في نهايه الاسبوع والعديد منا في اجازه الاسبوع هذه يحب ان يطلع ويحب ان يشوف اصدقائه واهله، فاحنا نذكركم ان استمتعوا باجازه نهايه الاسبوع ولكن لا تنسوا اجراءاتكم الاحترازيه. هاي كانت أخبارنا في وسائل التواصل الاجتماعي مستمعين الأعزاء. بنطلع فاصل قصير وبعد الفاصل سوف نتحدث عن فقر الدم المنجلي. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. بخصوص الرسائل النصية، يعني استفسار من مستمع يقول بخصوص كبار السن المصابين بالضغط والسكري، هل بإمكانهم الآن أخذ اللقاح ولا لا؟ طبعا كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة هم من ضمن الفئات اللي احنا مستهدفينها لحصولهم على اللقاح، لكن أيضا احنا نقول يجب ان انتوا مرض الضغط عندكم والسكر يكون تحت السيطرة ومحافظين على الأرقام الطبيعية أو في المجال الطبيعي لهاي الأرقام، وبعدين طبعا انتوا تقدرون تحصلون على اللقاح، لكن إذا كانت حالتكم المرضية غير مسيطر عليها فهني أنا أنصحكم أنكم تقومون بالحصول على استشارة من قبل الطبيب اللي يشرف على علاجكم، وبعدين تقدرون وتقررون متى هو الوقت المناسب لحصولكم على اللقاح. ولكن بشكل عام الكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة هم من ضمن الفئات اللي احنا نقول هم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات مرض كوفيد-19، لذلك يجب عليهم المبادرة بأخذ اللقاح قبل غيرهم. وأيضا في استفسار يسأل عن تطبيق الحصن، بخصوص تطبيق الحصن تقدرون تتواصلون مع رقم الاتصال الخاص بتطبيق الحصن وتسألون وتسأل سؤالك هذا الخاص بتطبيق حصن. وأظن أن احنا شي ردينا على كافة الاستفسارات اللي جتنا عن طريق الرسائل النصية، ونتحدث اليوم عن اليوم العالمي لفقر الدم المنجلي. المعروف أن فقر الدم في حد ذاته مرض ومشكلة صحية واسعة الأثر، ولكن لكل مشكلة حلول ولكل مرض وسائله المتعددة للوقاية. اليوم بنتحدث مع الدكتور حسن محمد الياسين، أخصائي أول في قسم أمراض الدم في مستشفى دبي. صباح الخير دكتور حسن. صباح النور، أهلا وسهلا دكتور. لو شوي تحدثنا شو نقصد بفقر الدم وشو هي تأثيراته على الصحة العامة للفرد؟ فقر الدم هو تشخيص الحقيقة، يعني تشخيص وصفي، بمعنى أنه فقر الدم هو مو مرض بحد ذاته، هو نتيجة لسبب ما. فقر الدم إلى أسباب متعددة. فقر الدم كتعريف هو نقص نسبة الهيموغلوبين في الدم، وطبعا الهيموغلوبين هو مادة الحياة الأساسية اللي تنقل الأكسجين للدماغ وكل أنسجة وأعضاء الجسم. فلما يصير نقص في نسبة الهيموغلوبين في الدم راح
يعني قدرة الجسم على توصيل الأكسجين إلى أنسجة وأعضاء الجسم تقل، وبذلك المنظومة كلها تشعر بإعياء وتعب. المريض راح يبدي يشعر بإرهاق عام، بتعب عام، بضيق نفس، يعني يلهث لهثة لما يبذل أقل جهد فيزيائي، تسارع في نبضات القلب حتى يحسها وهو جالس ممكن، لما يتغير من وضع إلى وضع، يعني يكون جالس ويقوم أو يكون نايم ويقوم، راح يشعر بدوخة شديدة. كل هاي أعراض لفقر الدم. طبعا هي تأثر، إذا كان شديد راح يأثر بشكل مهم على يعني أداء المريض في حياته اليومية. صحيح. طيب دكتور، نتحدث شوي عن فقر الدم المنجلي، بما أن اليوم هو اليوم العالمي لفقر الدم المنجلي، فنتحدث عن فقر الدم المنجلي وما هي أسبابه. نعم، فقر الدم المنجلي طبعا هو نوع من أنواع فقر الدم الوراثي، والحقيقة هو فقر الدم التكسري، بمعنى هناك تكسر لكريات الدم الحمراء. سبب التكسر هو خلل بالجين اللي يكون الهيموغلوبين، وهذا الخلل، هذا الخلل وراثي، بمعنى انه يورث من جيل الاباء الى جيل الابناء. بس طبعا حتى الانسان يكون مصاب، يعني مصاب كاملا بالمرض، لازم الاب والام اثنينهم يكونوا حاملين للمرض، حاملين للمرض، فيورثون الجين. كل اب يورث، يعني الاب والام تورث الجين للابن للجيل التالي، فيظهر المرض بشكل كامل. طبعا فقر الدم المنجلي هو من الامراض يعني الوراثيه، امراض الدم الوراثيه المزعجه، يعني الحقيقه مزعجه جدا. وفي بعض ليش مزعجه دكتور؟ لو تشرح للمستمعين سبب يعني ان هذا المرض شوي يكون مزعج. مزعج وفي بعض الأحيان خطير مع الأسف، يعني لأنه إلى انعكاسات أولا على الجانب الصحي للمريض، وثانيا على الجانب الاجتماعي أيضا. على الجانب الصحي طبعا فقر الدم المنجلي ممكن يأثر مو بس على الدم، لا، يأثر حتى على أعضاء أخرى من الجسم مثل الرئة، وممكن تصير أزمة رئوية حادة وقد تكون لا سمح الله قاتلة. ممكن يسبب ارتفاع في ضغط الدم الرئوي، يأثر على العظام بشكل عام. المريض يدخل للمستشفى بشكل متكرر بسبب أزمات حادة، أزمات ألم حادة نتيجة يعني تأثير المرض على العظام. ممكن يأثر على الكلى فيسبب قصور في وظائف الكلى، ويعني تأثيرات عامة أخرى متعددة على المختلف أعضاء الجسم. هاي من ناحية صحية. من ناحية اجتماعية طبعا هل تأثيرات هذه هي راح بالنهاية تأثر على وضع الإنسان الاجتماعي. الإنسان يعني المريض ما راح يكون قادر على أنه يوفي يعني يلبي مثلا الاحتياج الوظيفي، الاحتياج الدراسي، مرات حتى الاحتياج العائلي. فحياة المريض مرضى فقر الدم ما تكون يعني تماما طبيعية. صحيح صحيح. نعم. طيب دكتور، كيف احنا ممكن نقي انفسنا من هذا المرض؟ الحقيقة بالفحص قبل الزواج. لانه هو مرض وراثي، ماكو اجراء مثلا دوائي، يعني ماكو دواء يقي من المرض. وماكو مثلا أكل أو غذاء يقي من المرض، لأنه مرض وراثي. الطريقة الوحيدة للوقاية هي الفحص قبل الزواج، وهذا هاي الخدمة والحمد لله في دولة الإمارات والحمد لله يعني موجودة وبقوة ومنظمة جدا. ولهذا الحمد لله يعني إن شاء الله خلال يعني مثلا يعني خلينا نقول ما أقدر أعطي رقم معين، بس يمكن 20-30 سنة ممكن هالحالات يعني تقل إلى نسبة كبيرة جدا.
صحيح، مثل ما قلت دكتور، بما أنه مرض وراثي نعم فطريقة وقايته جدا بسيطة، فحص ما قبل الزواج يقدر يبين لنا إذا كان الأب أو الأم حاملين لهذا المرض. إذا كانوا الاثنين حاملين لهذا المرض، ففي احتمالية كبيرة أن الطفل اللي بينجبونه بيكون أيضا مصاب، وليس حامل، سوف يكون مصاب بهذا المرض. ففحص ما قبل الزواج يقي ويمنع حدوث هذا الشيء. نعم بالضبط نعم طيب دكتور، نتحدث شوي عن العلاجات الجديدة واللي توفرها هيئة الصحة في دبي للمصابين بهذا المرض. نعم طبعا هيئة الصحة يعني أنشأت مركز متخصص لأمراض الدم التكسرية الوراثية، يعني الثلاسيميا والسيكل سيل، وموجود معروف هو في مستشفى، يعني في قرب من مستشفى لطيفة. صحيح. فالعناية هناك تتم بشكل دوري لكل المرضى المصابين، ويزودون بالعلاج الأساسي والعلاج المتطور الحديث وحسب حاجة كل مريض. والحمد لله طبعا هيئة الصحة وفرت أحدث العلاجات في هالمجال وبهالسياق. بالنسبة ل يعني فقر الدم المنجلي، طبعا العلاج الأساسي هو عقار الهيدروكسيوريا وحمض الفوليك أسيد، مع يعني احنا نوصي المريض دائما انه يحافظ على نفسه من المؤثرات اللي ممكن تسبب الأزمة، أزمة الفقر، مثل الجفاف، مثل الإرهاق الشديد، يعني هالأمور الأخرى اللي ممكن أنه تجيب الأزمة. إضافة إلى ذلك هناك الحقيقة مستحضرات دوائية حديثة والحمد لله متوفرة في هيئة الصحة، وهي مو تقليدية، يعني هي عبارة يعني علاجات مناعية، وهذه حديثة جدا، يعني خلال السنة الماضية فقط يمكن أنتجت، وبعض المرضى فعلا استلموها. يعني عندنا في مستشفى دبي هذا العلاج استلم، وهو إلى طبعا مو كل مريض ياخذه، لا، اكو إلى يعني شروط معينه، شروط معينة. اي عدم الاستجابه للخط الاول والخط الثاني من العلاج، فيؤخذ هذا العلاج المناعي، جميل وهذا جدا، من احدث العلاجات الموجوده. جميل جدا دكتور. في دقيقة لو تقول لنا أهمية تخصيص اليوم العالمي لفقر الدم المنجلي. مهم جدا ان يكون اكو يعني تكون هناك مناسبه خاصه لفقر الدم صحيح. المنجلي، اولا لان منطقتنا يعني دوله الامارات والخليج بشكل عام فقر الدم المنجلي منتشر موجود وبقوه. لا، المرضى يعني من المهم جدا ان يكونون على وعي تام بطبيعه مرضهم وخطوره مرضهم. صحيح. في مع الاسف انه بعض مرضى فقر الدم المنجلي مثلا ما ياخذون العلاج بشكل يومي، لانه اكيد طبعا مرض مزمن، قد يصابون بضجر من العلاج. صحيح. فلازم يكونون على وعي تام باهميه اخذ العلاج المنتظم يوميا حتى يتجنبون المضاعفات الخطيره جدا لهذا المرض. فمن المهم جدا ان يكون هناك توعيه مستمره بطبيعه فقر الدم المنجلي ومضاعفات الخطيره على الصحه. دكتور، شكرا على وقتك. دكتور حسن محمد ياسين، أخصائي أول في قسم الأمراض الدم في مستشفى دبي، شكرا على معلوماتك القيمة ووقتك الثمين جدا، يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة، شكرا. كان معانا الدكتور حسن وحدثنا عن فقر الدم المنجلي. بنعقب على كلامه مستمعينا، ولكن بنطلع فاصل قصير، وبعد الفاصل بنعقب على كلام الدكتور وبنتحدث عن الصحة النفسية للأطفال. صحة وسعادة. رجعنا لكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا 600551414، أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006.
وبخصوص الرسائل النصية القصيرة، وردنا استفسار عن مرض الجي 6 بي دي. هو طبعا يختلف عن فقر الدم المنجلي، هو أيضا من الأمراض التي تنتقل وراثيا وأيضا تسبب تكسر في خلايا الدم، ولكنه مختلف اختلاف تام عن فقر الدم المنجلي. شو علاجه وطرق الوقاية؟ بشكل عام الجي 6 بي دي بما أنه مرض وراثي فهو ينتقل للجيل الثاني من الأطفال. كيف إحنا نقي نفسنا؟ نقي نفسنا من هذه من الإصابة بالإصابة جدا صعب، لكن إحنا نقدر نسيطر على التكسر الدم اللي يصير فينا عن طريق تجنب أكلات معينة وأدوية معينة. إذا أنتم كنتوا مهتمين في هذا المرض ونتحدث عنه أكثر بالتفصيل الممل، أظن أن إحنا سوف نستضيف الدكتور مرة ثانية ونخليه يحدثنا عن مرض الجي 6 بي دي ويعطينا التفاصيل ونخصص له فقرة كاملة له. ولكن فقر الدم المنجلي مثل ما قال الدكتور حسن هو ينتقل عن طريق الوراثة. الطريقة الوحيدة اللي احنا نقي نفسنا من الإصابة بهذا المرض ان احنا نقوم بفحص ما قبل الزواج، ونشوف هل الأم او الأب يكونون حاملين لهذا المرض. اذا كانوا الاثنين حاملين لهذا المرض ففي احتمال كبير ان الطفل سوف يولد بهذا المرض وما يكون حامل للمرض، يكون مريض بهذا المرض، ورحلة علاج هذا المرض رحلة طويلة تستمر مدى الحياة. لذلك جدا مهم ان احنا نسوي فحوصات ما قبل الزواج عشان نكشف عن هذا الشيء وعن اشياء اخرى وعن امراض وراثية اخرى. مستمعينا، ومن فقر الدم المنجلي والأمراض الوراثية ننتقل إلى موضوعنا الثاني، الصحة النفسية وأهميتها في مواجهة كل الظواهر السلبية والمشكلات المجتمعية اللي تخص الأفراد وخاصة أطفالنا. ومن بين المشكلات العالمية المعروفة تأتي مشكلة التنمر الإلكتروني اللي اتخذت فيها دولتنا إجراءات جدا حاسمة لحماية أطفالنا وذلك على الصعيد العام. أما بجانب بما يخص الجانب النفسي فقد أولت هيئة الصحة في دبي من خلال الأقسام الطبية المعنية هذه المشكلة العالمية جل اهتمامها، وحرصت على توفير كل أشكال الدعم والتوجيه والإرشاد وأيضا العلاج اللي تكفل مرحلة طفولة آمنة لأبنائنا. وعشان نتحدث أكثر عن هذا الموضوع يسرني أن نستضيف معانا اليوم عبر الهاتف دكتورة فاطمة حسن، أخصائي في طب الأطفال في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير دكتورة فاطمة. صباح النور، السلام عليكم ورحمة الله جميعا. صباح الخير عليكم جميعا. صباح الخير دكتورة. لو تحدثينا دكتورة عن مفهوم وأهمية الصحة النفسية عند الأطفال. من المعروف أن مرحلة الطفولة هي مرحلة نمو وتطور في شخصية الإنسان. صحيح. بل تعتبر من أهم المراحل في الحياة لوضع أسس الشخصية السليمة بأبعادها ومكونات المختلفة، لأن يكتسبه الفرد في هذه المرحلة من عادات واتجاهات وقيم دائما يميل إلى الثبات النسبي ويصعب تغييره فيما بعد. لذا تدعم المجتمعات الدولية الأنشطة الرامية إلى تعزيز دور الصحة النفسية للأطفال باستمرار، وعليه برزت اتجاهات دولية نحو الاهتمام المكرس للصحة النفسية للأطفال والمراهقين، ومنها تخصيص أيام عالمية للتوعية بأهمية الصحة النفسية للطفل بهدف التعريف ورفع الوعي بجوانب الصحة النفسية. نحتفل اليوم باليوم العالمي للتنمر الإلكتروني الذي يأتي هذا العام بعنوان السلوك الإيجابي عبر الإنترنت. جميل جدا. أما من ناحية مفهوم الصحة النفسية كمفهوم عام، لا تختلف الصحة النفسية أهمية عن الصحة الجسدية في شيء، بل قد تكون أكثر أهمية من الصحة الجسدية، وذلك كما ذكرنا سابقا لما لها من تأثير كبير على تكوين البناء النفسي للطفل وشخصيته في المستقبل. طيب دكتورة، تحدثينا عن دور هيئة الصحة في تعزيز الصحة النفسية للأطفال. دائما تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية قصوى في السعادة والإيجابية كأسلوب حياة، وتسعى دائما على أن يكون أطفالنا أصحاء
وآمنون وسعداء ومتسامحون في حياتهم اليومية. لذا دائما تعمل على تعزيز ورعاية جيل سعيد وإيجابي، حيث تحث الشباب على تنمية قدراتهم ومهاراتهم لتمكينهم في المستقبل من تحقيق طموحاتهم في الحياة. ويشرف قسم الصحة المدرسية بهيئة الصحة بدبي على الطلبة بالمدارس الخاصة بالإمارة، ويشارك القسم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وعدد من الشركاء في تسليط الضوء على الصحة النفسية والتعريف بالمشاكل المتعلقة بها، بالإضافة إلى الأنشطة الصحية المختلفة الرامية لتعزيز الصحة بشكل عام وجعل البيئة المدرسية بيئة سعيدة وصحية وآمنة. جميل جدا. وتم التركيز على ظاهرة التنمر في المدارس وبالأخص التنمر الإلكتروني خلال العام الأكاديمي الحالي، وهدفت الفعاليات إلى تأهيل الطلبة للتعامل مع هذه الظاهرة وكيفية التدخل والتقليل من الآثار السلبية عند التعرض لها، وبناء المهارات والترويج لثقافة إيجابية وغرس القيم الأخلاقية التي من شأنها أن تقلل من سلوك التنمر. بما أن دكتورة دخلنا في موضوع التنمر الإلكتروني، لو تحدثينا شوي عن طبيعة وأشكال هذا التنمر. في البدء يعني لا بد لنا من تعريف ما هو التنمر الإلكتروني. صحيح. التنمر الإلكتروني هو سلوك مسيء ومتعمد من شخص يستهدف شخصا ما عبر الإنترنت، وذلك باستخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الحاسب الآلي أو الهواتف الذكية أو الهاتف اللوحية، وذلك إما بإرسال تعليق صحيح أو خاطئ، ومشاركة صورة للضحية بهدف الشتم أو الإذلال أو الابتزاز أو الترهيب أو المضايقة. صحيح. وبالتالي التنمر تأثير كبير على الصحة النفسية للأطفال، وتختلف أشكاله عن باقي أنواع التنمر، حيث أنه قد يكون من شخص واحد غالبا إلى عدة أشخاص، ويكون التأثير في الضحية متكررا حيث يتلقى تعليقات سلبية عدة كما ذكرنا بسبب صورة واحدة. وقد يكون المستهدف من التنمر الإلكتروني طالب، وقد يكون معلم أو أي شخص من العاملين في البيئة المدرسية. وبالتالي التنمر تأثير كبير على الصحة النفسية للأطفال، ونذكر منه على سبيل المثال للحصر التغيير في شخصية الطفل أو ظهور بعض أعراض الاكتئاب أو التوتر أو الشعور بالحزن أو سرعة الغضب وكمية من التأثيرات الأخرى. طيب دكتورة، لو تعطينا علامات ودلائل التنمر الإلكتروني، يعني كيف أنا أعرف أن الطفل يتعرض لتنمر إلكتروني؟ شو هي الأدلة اللي ممكن تساعدني أني أنا أعرف هذا الشيء؟ هذا سؤال يعني مهم جدا. صحيح. هناك بعض العلامات التي تدل على حدوث التنمر يجب علينا الإلمام بها، لأن الطفل قد لا يفصح بتعرضه للتنمر، لكن نحن من جانبنا يجب علينا ملاحظة هذه العلامات. هذه العلامات قد تكون علامات عاطفية أو قد تكون علامات أكاديمية أو تكون علامات اجتماعية. فمثال العلامات العاطفية كأن يصبح الشخص وحيدا أو الطفل وحيدا، فمن قبل ممكن أن يكون طفل يحب اللعب، لديه أصحاب كثيرون، ففجأة يصبح الطفل وحيدا ويفضل العزلة، أو يصبح لديه تقلبات في المزاج غير معروفة سابقا، أو يصبح كثير التوتر، أو يبرز بعض السلوك العدواني غير المعروف من قبل، أو قد يصل إلى ظهور بعض أعراض الاكتئاب. وأما العلامات الأكاديمية فكأن يصبح الشخص متغيب عن المدرسة، قد يلاحظ المعلم هذا التغيب، أو تنعدم روح المشاركة أو العمل كفريق في المدرسة، أو يتغيب كثيرا عمل حصص، أو يفقد اهتمامه وشغفه بالدراسة، أو قد يصل إلى مرحلة التدني في التحصيل الدراسي أو الدرجات والعلامات الدراسية. هذه أكاديميا. أوكي. هذه أكاديميا. أما اجتماعيا فقد تشمل التوقف عن المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، يعني يكون الطفل من قبل يشارك في جميع الأنشطة أو في كثير من الأنشطة الاجتماعية، يصبح فجأة غير مشارك في هذه الأنشطة، أو حتى قد يصل الأمر إلى تغيير في الروتين تبع الأكل أو النوم، وقد تصل إلى محاولات لإيذاء النفس
أو تغييرات في الأصدقاء، كأن يكون عنده كمية كبيرة من الأصدقاء فيصبح ليس لديه أصدقاء أو يقتصر أصدقاء على عدد قليل من الأصدقاء. فيجب علينا كلنا أن نولي أو أن ننتبه إلى هذه العلامات عند حدوثها. طبعا هذا الشيء الأمهات والأبهات اللي على دراية تامة بأطفالهم وعلى علاقة جيدة بأطفالهم على طول سوف يلاحظون هذه التغيرات الجدا بسيطة في سلوكيات الطفل. لذلك جدا مهم ان احنا قبل ما يعني مش عشان اذا في مشكلة احنا نعرف، احنا لازم ان احنا نحافظ على علاقة جدا طيبة مع ابنائنا وبناتنا ونكون ملمين بكل أمور حياتهم، عشان إذا صار أي تغيير في أي سلوك من سلوكياتهم إحنا نقدر على طول نستدل عليها ونتصرف تصرف تقريبا يكون مباشر. طيب دكتورة، ليش هذا الشيء مهم إحنا نعرف العلامات والدلائل؟ شو هو تأثير هذا التنمر الإلكتروني على أطفالنا؟ نحن مركزين على التنمر الإلكتروني لأنه قد يؤثر على أطفالنا بطرق عديدة، وكما ذكرنا إن هذا التأثير قد يمتد حتى ما بعد مرحلة الطفولة. فهذا التأثير قد يكون تأثير عقلي أو تأثير عاطفي أو تأثير بدني. فكمثال التأثير العقلي، كان يصبح الطفل يعني كثير الانزعاج أو الحرج، والتأثير العاطفي كأن يشعر دائما بالخزي أو انعدام الاهتمام حتى بالأشياء التي كان يحبها. وقد يصل الأمر إلى تأثير بدني، كأن يشعر الطفل دائما بالتعب والإرهاق، أو قد يصل الأمر حتى إلى المعاناة من أعراض عضوية مثل المغص الدائم أو الصداع. فدورنا كأهل كما ذكرتي يعني لازم تكون علاقتنا بأطفالنا علاقة قوية، صحيح، عشان نلاحظ أي علامات أو تغييرات في حياتهم حتى نتجنب حدوث هذه التأثيرات التي قد تمتد تأثيرها حتى إلى مرحلة ما بعد الطفولة. صحيح، لأن كل الأمور اللي يتعرض لها الطفل في فترة طفولته هو مش فقط في هاي الفترة وانتهينا، هو يشيل معاه الأمور هاي كلها اللي صارت معاه في هاي المرحلة الجدا مهمة، مرحلة تكوين شخصيته ونفسيته، يشيل معاه لما يكبر. وفي بعض الكبار في السن يتذكرون أشياء جدا بسيطة صارت لهم في طفولتهم وتحسين أنهم ما زالوا متأثرين باللي صار لهم في طفولتهم. عسب كذي جدا مهم ان احنا يعني نحاول قدر المستطاع ان احنا نحمي اطفالنا من اي تنمر يصير لهم، سواء كان التنمر الفعلي واحين اللي صاير في وقتنا الحالي ايضا التنمر الالكتروني. دكتورة، صحيح. طيب دكتورة، احنا دولتنا وفرت النظم والتشريعات لحماية اطفالنا من هذا التنمر الالكتروني، شو عن دور الاهل للتصدي لمثل هاي المشكلة؟ إحنا كأهالي شو لازم نسوي؟ نحن دورنا كأهالي يشمل الحد من ظاهرة التنمر، يعني يجب علينا أن نعمل جميعا أن نحد من ظاهرة التنمر، وذلك عن طريق رفع الوعي عن ظاهرة التنمر وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة في حالة حدوثها. تمام. كيف نتعامل مع هذه الظاهرة في حالة حدوثها؟ أول شيء يجب مننا كأهل أن نوفر الدعم لأطفالنا. يجب علينا أن نكون دائما داعمون لهم ودائما نشجعهم أن نكون أول شخص يخبرونه في حالة حدوث أي شيء، ويجب علينا أن ندعهم يعرفون أننا دائما بجانبهم وأننا دائما موجودون لمساعدتهم. صحيح. أما في حالة حدوث التنمر فيجب علينا كأهل أن نقوم بتوثيق الموقف، ودائما يجب علينا الاحتفاظ بسجل مفصل مع لقطات في الشاشة والنصوص المحفوظة. التنمر الإلكتروني قد يحدث في الفصل الدراسي الخاص بالتعلم عن بعد أو مع بعض الزملاء. في هذه الحالة يجب على الأهل إبلاغ مدرسة الطفل فورا، وقد يحدث أيضا في أحد مواقع التواصل الاجتماعي. في هذه الحالة يجب علينا التحقق من صفحة الأمان لمعرفة طرق الإبلاغ. وأهم رسالة يجب أن نوصلها لأطفالنا
هي أنهم ليسوا بمفردهم، وأننا دائما بذلكهم لدعمهم، وأننا داعمون لهم في جميع المواقف. صحيح. وأننا دائما موجودون، وأننا يمكننا التعاون معا دائما لإيجاد أفضل الحلول لتحقيق حياة سعيدة وآمنة وصحية لأطفال. صحيح. دكتورة فاطمة، لو عندك كلمة أخيرة حابة توجهينها للمستمعين بخصوص التنمر الإلكتروني. كلمة أخيرة، مثل ما ذكرنا يجب علينا أن نكون بالقرب من أطفالنا لمعرفة أي تأثيرات قد تطرأ على حياتهم. يجب علينا أن نكون دائما داعمون لهم. يجب علينا دائما أن نشعرهم بأننا بجانبهم لتحقيق حياة صحية وسعيدة وآمنة لهم. في الختام، شكرا لجميع المستمعين، شكرا برنامج صحة وسعادة. شكرا دكتورة فاطمة حسن، أخصائي طب الأطفال في هيئة الصحة في دبي، شكرا على المعلومات الجدا قيمة وحديثك عن موضوع جدا مهم اللي هو حديث الساعة عن التنمر الإلكتروني. يعطيك ألف عافية دكتورة. شكرا لكم، شكرا لكم جدا. كانت معنا الدكتورة فاطمة وحدثتنا عن موضوع جدا مهم اللي هو التنمر الإلكتروني. مستمعين الأعزاء، في ظل أن الأجهزة الحديثة وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت صار متداول وموجود في إيد الجميع، وخصوصا فئة جدا مهمة هي أطفالنا، فحدثتنا عن ما هو التنمر الإلكتروني، شو هي العلامات والدلائل، وكيف احنا نتصرف إذا حسينا أن أطفالنا يتعرضون لهذا التنمر. طبعا هذا الموضوع جدا مهم. ليش؟ لأن الصحة النفسية للطفل مثل ما قلت للدكتورة هو مو بس فترة وبتعدي، أو والكثير للأسف يقول باكر يوم بيكبر بينسى. لا، الطفل ما ينسى، وباكر يوم بيكبر بيشيل معاه هاي الحوادث اللي صارت له في طفولته، ويوم ما يصير إنسان بالغ مثقف كبير مستقل بذاته ما زال تأثير اللي صار له في طفولته يشله معاه حتى الممات. لذلك جدا مهم إن إحنا ما نتحدث فقط عن الصحة النفسية للكبار، الصحة النفسية للأطفال جدا مهمة. كل موقف يصير لهم، كل حدث يصير لهم جدا مهم لنا. التنمر الإلكتروني موجود، أول شيء إحنا لازم نتقبل أن هذا الشيء موجود. ثانيا، دورنا إحنا كأهالي كبير جدا، مش فقط الدولة تسن القوانين والتشريعات، طبعا ما قصرت الدولة وسنت لنا هذه القوانين والتشريعات، لكن إحنا دورنا كأهالي جدا مهم. أولا لازم إحنا نعترف أن في شيء اسمه تنمر إلكتروني، وما في شيء اسمه انه والله باكر بينسى وباكر بيكبر واحنا كلنا صارت لنا هاي المواقف فعادي. اول شيء نعترف ان في شيء اسمه تنمر الكتروني. ثانيا، لازم احنا نكون على علم بكل مجريات حياة اطفالنا، نكون معاهم، نعرف الوسائل التواصل الاجتماعي اللي هم يستعملونها، البرامج اللي يستعملونها، اغلب حديثهم يكون مع منو هم اصدقائهم، مش فقط الموجودين على ارض الواقع، منهم ايضا اصدقائهم الموجودين في وسائل التواصل الاجتماعي. لازم احنا نكون مراقبين لهم عن بعد لكل الامور اللي تصير لهم. وكل ما احنا كنا نعرف تفاصيل حياتهم هذه الصغيرة، كل ما قدرنا نميز العلامات والدلائل البسيطة اللي تظهر في تصرفاتهم الاجتماعية والعاطفية والأكاديمية، احنا على طول نقدر نعرف ان طفلنا في شيء، ونقدر نتصرف، لان كل ما تصرفنا في وقت اسرع كل ما قدرنا احنا نتدارك المشكلة هذه ونحلها. وقالت الدكتورة شيء وايد مهم، احنا لازم نقول لاطفالنا ان انتم مو بروحكم، اذا صار لكم اي شيء انتم دائما تقدرون تلجؤون لنا وتطلبون المساعدة منا، ما لداعي ابدا انكم تخافون منا، احنا هني موجودين عشان نساعدكم. وايد مهم ان احنا نبني هذه الثقة بيننا وبين اطفالنا، عشان اذا لا سمح الله احتاج لمساعدتنا يقدرون يلجؤون لنا وما يخافون من العواقب.
هذه كانت حلقتنا لليوم مستمعينا الأعزاء. أرجع أذكركم بمثلث الوقاية من كوفيد-19، لا تنسون ترتدون كماماتكم أثناء استمتاعكم بالعطلة الأسبوعية هذه، وحافظوا على تباعد جسدي بينكم وبين الآخرين، واحرصوا على نظافة إيدينكم طوال الوقت سواء بالماء والصابون أو بالجل المعقم. طبعا هذه كانت حلقتنا اليوم مستمعين الأعزاء، أتمنى أن قدرنا نفيدكم ولو بالقليل. شكرا لحسن استماعكم ولحسن متابعتكم. إذا كانت عندكم أي استفسارات دائما تقدرون تتواصلون معنا عن طريق الهاتف أو عن طريق الرسائل النصية. كل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر للمخرج المبدع دائما وأبدا الأستاذ نمر محمد. كانت معكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي، ودمتم بصحة وسعادة. مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.